القادم من مصر المقاصة بيبدأ بيه وبيدفع بيه النهاردة مدربه السابق في المقاصة واللي بيعرفه تماما وبيعرف كل تفصيلة من تفصيلاته الفنية وكل إمكاناته الكابتن إيهاب جلال. السلام الوطني لمصر. كابتن إيهاب جلال يقود الزمالك من خارج الخطوط، حسام حسن يقود المصري من خارج. عايزين نعرف بس مكان تواجد حسام، هل هو موجود في المدرجات؟ ولو الكاميرا جت عليه نشوف ونتابع. عارفين وتابعنا طبعا الفترة الأخيرة أجواء مشحونة وتصريحات متبادلة، ونتمنى أن تمر الأمور بسلام. وحتى النهاردة كان زي ما قرينا وسمعنا أيضا أنه كان هناك 4 أتوبيسات حافلات من القاهرة لكن تم منعها من دخول استاد برج العرب. إبراهيم حسن على في مكان الجهاز الفني النادي المصري، والكابتن الكبير طبعا كابتن طارق سليمان اللي النهاردة عيد ميلاده بالمناسبة، بنقول له كل سنة وانت طيب. حسام فيما يبدو متواجد اهو، ده المكان اللي هيتواجد فيه كابتن حسام حسن. وأمامنا على الشاشة تشكيلة الزمالك. نبدأ بتشكيلة الزمالك صاحب المباراة في هذه الليلة. أحمد الشناوي